الغلام إذا أكل الطعام فبوله نجاسة متوسطة، لكن لو كان هذا الطفل يوضع الطعام في فمه ما تشرئب نفسه إليه، لكنه يوضع في فمه بعض الأطعمة، فإن بوله يبقى على ما كان عليه وهي النجاسة المخففة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين كان يحنك الصغار حينما يولدون بتمرة يمضغها في فمه عليه الصلاة والسلام ثم يضعها في فم الطفل، فدل على أن الطعام الذي يوضع في فمه من غير اشتياق إليه أنه لا يؤثر. ولكن الطفل في هذا العصر الذي يتغذى على الحليب المصنع نجاسته نجاسة متوسطة، لأن هذا حليب من الأبقار وليس من الأم. وحديثنا عن الطفل الرضيع الذي يرتضع من الآدميات لا من البهائم،